أكتر مباراة اتكررت في تاريخ اليورو وهنشوفها تاني في دور المجموعات في يورو 2024، ماتش أسبانيا وإيطاليا اتلعب في تاريخ اليورو 7 مرات قبل كده، والمرة دي هنشوفه من جديد في دور المجموعات بينهم للمرة الثامنة. لكن أكتر نهائي اتكرر كان بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا في مرتين 1976 و1996. تعرف برضو أن ألمانيا والبرتغال هما أكتر منتخبين تخطوا دور المجموعات 8 مرات لكل منتخب منهم. هولندا بقى عندها أفضل معدل تهديفي بتاريخ البطولة، 1.6 هدف في كل مباراة. لكن أكتر منتخب سجل في نسخة واحدة هو فرنسا 1984، وسجلوا 14 جول. والأسوأ دفاعياً يوغوسلافيا في يورو 2000 باستقبال 13 هدف. وإسبانيا صاحبت أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ البطولة ب14 مباراة، وأصحاب أطول سلسلة شباك نظيفة ب7 ماتشات في 734 دقيقة. والبرتغال صاحبت أطول سلسلة تعادلات متتالية 4 ماتشات ورا بعض. يا ترى هنشوف أرقام قياسية جديدة في يورو 2024؟